ستي فاطمة. أيوة اتفضلي يا ستي فاطمة. أيوة اتفضلي اتفضلي، اسمعيني من التليفون يا فاطمة مش في التلفزيون لو تكرمتي. يلا ماشي تمام يا فاطمة. ماشي تمام أيوة معاك. يلا ها قولي بقول سؤالك. لحضرتك معايا أخويا الصغير. اسمعيني من التليفون يا فاطمة مش من التلفزيون الله يرضيكي عشان ما تضيعيش الوقت. طيب بقول لحضرتك أنا معايا أخويا الصغير عنده 13 سنة، نعم 14 سنة، ماشي، بيمد ايده على علينا كلنا واحنا اخواته كلنا اكبر منه، ايه السؤال؟ وبيدعي على امه. ايه السؤال؟ ما هو السؤال ان هو ماما شقيانه عليهم وبتشتغل عليهم وهو قليل الادب جدا وبيمد ايده على اي حد فيهم، فماما مش عارفه تعمل معاه ايه وبتدعي طيب. عليه دعاء كتير قوي. طيب حاضر 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 حاضر. اللي بعده يا سيدي، ام فاطمه امرين لازم تعمليهم. اول حاجه الولد ده محتاج دكتور تعديل سلوك، نودي مش دكتور نفسي، لا دكتور يعدل سلوكه. بقى في دكاتره دلوقتي تعديل السلوك، العيل لو عصبي، العيل لو بيسرق، العيل لو بيشتم، العيل لو بيضرب، العيل لو عدواني، ده محتاج دكتور تعديل سلوك. وتدعي له ما تدعيش عليه، تدعي له ما تدعيش عليه، دعائك عليه لن يزيده إلا عنادا، ولن يزيده إلا إصرارا، ولن يزيده إلا استكبارا، فادعوا الله له بالهداية.